كرام، ما زال معكم في منوعة بكل الألوان حتى الخامسة. الملتقى الشتوي التعليم التفاعلي تكنولوجيا المشاريع الرقمية. معنا الحديث حول هذا الملتقى ياسمين السكلي، رئيس الجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة، مربية ومدربة في التوظيف في التكنولوجيا ومحاضرة دولية في مهارات التفوق الدراسي. مرحبا بك سيدة ياسمين. عشمة، مساء النور ليك لكل المستمعين، وشكرا على الاستضافة. شو أحوالكم؟ لاباس؟ عايشك لاباس الحمد لله. الحمد لله. ياسمين السكلي كنا استضفناها في إذاعة المنستير ومكناها من شهادة تقدير، وعملنا حصة وقت حصة شهادة تقدير، هي كأفضل معلم بين 100 معلم هيك في العالم، هيك ولا ياسمين؟ أي والجمعية متحصلة على نعم، والجمعية متحصلة على المرتبة الأولى لقيادة مؤسسة الأمير بن محمد بن فهد العالمية كذلك. أي الحمد لله، احنا نتفوق الحمد المرتبة لله. الأولى. يعطيك الصحة، ديما عام متألقة 2020 ياسمين. خذيت لقب أفضل معلم في العالم، وجمعية عم ناول في ديسمبر 2022 خذيت أفضل جمعية رائدة في الوطن العربي. يعطيك الصحة، ديما ناشطة ياسمين، يعيشك. ديما نواكبوا الحقيقة الملتقيات نتاعكم كجمعية متألقة، وتبحث عن التطور العلمي خاصة للأطفال مع التكنولوجيا الحديثة خاصة أي بالأطفال ولا المدارس. باش نحكيو على الملتقى هذا، التعليم التفاعلي تكنولوجيا المشاريع الرقمية، فاش أي تمثل وتقريبا انطلق، هو انطلق يوم 19 ويكمل حتى ال 21 أي ديسمبر. أي نعم. هو انطلق أمس ويوفى غدوة، فيه عدة ورشات من بين الكرتونات التعليمية. نحب نبعد شوية من كل الوضعيات الجافة، كل المعلم يقول وضعية ويقرأها فقط. احنا نعرفوا ان الوضعيه الانطلاق هي اهم حاجه تصير في القسم، فخيرنا انه نعمل كرتونات تعليميه، يعني المعلم يعمل بيسا انيمي وحده، كرتون يحكي للتلامذه اللي هو يحكي له على وضعيه، واللي يصنع الكرتون بتاعه اللي باش يعرضه في القسم. كذلك عندنا تمارين السبوره الرقميه الذكيه، كل مره ننوعوا في السبورات باش نستعملوهم اللي تعطينا انشطه تفاعليه. عندنا كذلك الملفات المجمعه، كيفاش تنجم توفق الخدمه بتاع في القسم وتعمل مشروع مع الخط مشوش شوية ياسمين. سواء الخط مشوش شوية، من عش فما شوية تشويش على الخط، من عش من عندك ولا ما عندكش ريزو في ال ما نعرفش بالك. اي خط كانت تحاولش تنقل هيك خير، كاين وتنحى هيك تو. اي كان عندك كي تنحيها من غير كي تكلمنا خير. اي تفضل. اي هيك خير. اي واصل. اي واصل. اي تفضل سيدي ياسمين. اي كما قلت لك باش يشاركوا بهم المشاريع هذوكم الرقميه، يشاركوا بهم اما في مسابقات تعملها وزاره التربيه او مسابقات عالميه. نحبوا نراو برشا القاب ياخذوهم معلمين سواسه. به الملتقى هذا خاص بالمنخرطين فقط سيدي ياسمين؟ خاص بكل المربين التوانسه الكل. وكيفيه الانخراط في الجمعيه تنجمش تذكرهم بها اللي يسمعوا فينا؟ كيفيه الانخراط، هو الانخراط رمزي يلقاه متى كل الشروط. الفائده انه يكون معلم اول حاجه، يعني احنا نقبل كان مربي يكون يعني ينتمي الى شركه التربيه بصفه عامه، معلم اداري، المهم ينتمي لشركه التربيه. نلقى شروط الانخراط الكل موجوده في صفحه الجمعيه. نعمل في ورشات افتراضيه مجانيه اسبوعيه، كيف نعمل في تظاهرات في العطل، نعمل في مسابقات للصغار. اليوم صحني باش نحكي، اليوم عندنا الصباح كان حاضرين معانا 70 صغير متوج بالتشارك مع وزاره التربيه، هي لان التنقل نتاعهم لهنايا في الحمامات. و70 صغير هذه في مسابقه رمضان بنقطه بلاد العربي خذوا تكريماتهم وجوائزهم. الاولياء انهم يتابعوا صفحه الجمعيه باش يلقاوا هالمسابقات اللي تنجم تفيد الصغار تخليه موتيفي ويحب يخدم في التظاهرات. وبالنسبة ليوم غد شنو عندكم في البرنامج؟ بالنسبة ليوم غد عندنا السبورة الرقمية الذكية، أنشطة تفاعلية متنوعة. باهي، معناتها اللي يحب يدخل على الفيسبوك الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة، هيك العنوان موجودة على الفيسبوك. يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة ياسمين السكلي، رئيس الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة، على هذا التدخل. إلى اللقاء، شكرا.